اول حاجه شرف كبير لفريق الوداد البيضاوي باش يكون كيمثل المغرب. ملي كيكون مثل المغرب ما كيبقاش غير يدير الوداد، يدير جميع المغاربه. هذه مسابقه جديده، نتمنى نكون في حسن الظن ديال الكره المغربيه. هذا ماشي غريب على فريق الوداد البيضاوي، في اي تظاهره اللي كبيره كيكبر معاها. ونتمنينا اننا في الدور الاول ولا المقابله الاولى ضد الانيمبا. الحمد لله هذا من الحظ ديال فريق ودو ان المباراه غادي تكون الذهاب غادي تكون في عند فريق انيمبا، والاياب غادي يكون هنا مدينه الدار البيضاء. كنعرفوا الجماهير الدور ديالها الكبير اللي كتلعبوا، والمباراه الاولى هي كتكون كما هي اللي كتعطيك كتعب لك الطريق انك باش تكون ضمن دوك الاوائل ولا اللي كنقولوا فافوري بالنسبه لهذا السوبر كوب. وتمنينا اننا نكونوا محظوظين لي باش نفوزوا بهذا الكاس، لما لا؟ لان ديما في اي تظاهر كتشارك في الوداد الا وكتكون مستعده. نتمنى مع هذا المدرب الجديد مع هذا الجيل الجديد ان تكون معاه من استحقاقات جديده ان شاء الله، اللي في حقيقه حنا في امس الحاجه ليها، لان هذه الفتره اللي كتمر بها الكره المغربيه كنتمنوا انها ثاني تزيدنا القاب وتزيدنا فرحه بمسارات من بعد تنظيم كاس افريقيا ومن بعد تنظيم ان شاء الله ديال كاس العالم. كنتمنى حاد موفق للكره المغربيه. المقابله ديال نهار الاحد ان شاء الله ديال فريق الوداد البيضاوي وفريق انيمبا، فهي مقابله ما سهلاش بحكم يعني الفرق اللي كاينه في هذه الدوره هذه، وهذه السوبر ليغ هي تظاهره جديده على الفرق كلهم. فكنتمنى فريق الوداد البيضاوي يعني ينهج نفس يعني كيف تنقولوا الاسلوب في المباراه الاخيره، شفنا يعني كاين تحسن كبير في الاداء وكاين تطور حتى في النهج التكتيكي ديال فريق الوداد البيضاوي. واللي كنتمنى في هذه المقابله ان شاء الله باش يكون ان شاء الله فريق الوداد البيضاوي يعني في كيف تنقولوا في نهاره، وفرح الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي اللي كيتسنى منه شيء الكثير هذه السنه هذه. صراحه فريق الوداد عنده واحد رهان قوي اللي معولين عليه المغاربه كاملين، بحكم انه الممثل الوحيد ديال الفرق المغربيه ولا ديال الكره المغربيه. وصراحه مسابقه جديده اللي نتمنى صديقا باش فريق الوداد ولا العناصر ديالو، حنا عارفين انه قد المسؤوليه لانه دائما كيكون رهن اشاره التحديات. فنتمنى انه يحقق واحد النتيجه ايجابيه في هذه المسابقه الجديده، وهذا غيبدا ان شاء الله من اللقاء الاول ضد فريق انيمبا. فريق انيمبا كنعرفوا الظروف والاجواء اللي كتجري فيها اللقاءات في نيجيريا، ففريق الوداد دائما كيلقى مشاكل وصعوبات. كنظن انه هذه المسابقه الجديده هيئه الظروف مناسبه للفرق باش تمشي في اريحيه وترجع باريحيه. نتمنى هذا الشيء يساعد العناصر ديال فريق الوداد اللي كنظن انها متمرسه، وان شاء الله املنا فيها كبير ان هذا الشيء بعيد في هذه المسابقه ماشي هذه المقابله الاولى، وان شاء الله غادي يكون خير. المقابله الاولى اللي غتكون مفتاح في لقاء الذهاب في نيجيريا، نتمنى انه يعودوا بواحد النتيجه اللي جد ايجابيه باش تخوليهم انه ان شاء الله يخوضوا لقاء العوده في الدار البيضاء بعد ثلاث ايام. وكنعرفوا ان الجمهور ديال فريق الوداد كيفاش كيحفز الفريق ديالو، فكنظن انه النتيجه ديال الذهاب ديال الاياب راهينه بالنتيجه ديال الذهاب ان شاء الله باش نحقوا التاهل للدور الموالي.